عليكم. بشر عليكم السلام. بشر الله يبشركم بالخير يا وضيات. ولاي ببلغكم ابو طالب السلام والدعاء وتحياته للجميع وعلى رسول الله السلام. عمي وبيقولكم لازم تنقلوا العيار على الفرنساوي بكل الطرق والسبل على كل مواقع المعسكرات وبالاخص بهي الفتره. الا ابشر وما حيعرفوا الضرب منيح حيجي. الله اكبر. وبيقولكم ان المفاوضات لحالها ما بتكفي، لازم تضربوا الفرنساوي بايد من حديد مع سير المفاوضات. ها ونعم الراي يا عمي. الله اكبر. بعيونك يا ابو طالب. شوفوا شباب لبشارة يا ابو العباس. بشير الشام كلها طالعة مظاهرات بكل الشوارع بكل الحواري، عم يطالبوا بالافراج عن المعتقلين. وينهم عمي ابو طالب؟ لك الله محيي الشام ورجال الشام كلياتها. معيتك عمي ابو العباس وبمعية الله، لازم نتحرك وما نترك اهلنا لحالهم. وصلت عمي؟ وصلت. قول الله يا رجال. الله اكبر. قول لك والله لخلي رجليك تتكسر. اضربوا لك اضربوا. عامل حالك رجال ما هيك؟ هلا فرجيني حالك اشوف. لك ما فشلتوا، لك ما فشلتوا يا كلاب. لك اخرسوا له ولا حرفه. اضرب. طويلوا اكثر. لك ما فجرتو، ما فجرتو يا كلام. والله لك خلي رجليك تتكسر. والله لك ما تردي ما بيزل. لك خلاص ولا حرفة، ما بدي اسمع صوتك. انا بفرجيك عامل حالك زعيم المساجين ما هيك؟ هذا اخرته اللي بتعمل هيك مشاكل. أمان 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 يا عيوني يا عيوني تكحلي ولا تخافي، نحن رجال الشام ما نهاب الأعادي. يا عيوني تكحلي ولا تخافي، نحن رجال الشام ما نهاب الأعادي، والندان الموت نجي عليه والنادي، نحن رجال البطولة. يا ويلي يابا نحن سباع المنايا، يابا نحن سباع المنايا، من الظلام منهاب منا السما ترعدي. يابا يا ويل ويلي يابا يا ويلي يا يابا يابا يا يابا يابا نحن سباع المنايا ما نهاب الموت، والندانا عليه جودي عيوني وسعدي، ظلامنا ما نهابهم السما منا ترعى. البشارة 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 عمي البشارة. بشير عمي الفرنساوية وافقوا يعيدوا محاكمتك انت وباقي الاسرى. طلعت محمد عم تحكي عن جد؟
لك ايه عن جد عم بحكي. الله اكبر على الحكي. الله حيوه. شوفكم يا عمي. السلام. الله معك. الحمد لله. الحمد والشكر لك يا رب العالمين. هذا بفضلك وكرمك. شو قلبت؟ مثل ما سمعت عم يبعدنا الفرنساوية رضخوا لمطالب أهل الشام. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لك ما عم صدق أماني ما عم صدق أماني. لا عم يبعدنا صدق صدق وكتر كمان. أوه أوه اسمحوا قوم للخبر شي خلاص أكيد هلا بدي أعرف. أوه أوه تحرك معي. أوه أوه الحالي. ما بصيروا على المحاكمة يا أخي ناصر. مو صح لك. ليش يا أبو العباس؟ ما كل أهالي الشام نكبيرون لصغيرون رايحين على المحاكمة. لك يا أخي هذا الفرنساوي أنا خابزه وعاجنه عيدي التنتين. جماعة غدارين وما لهم أمان، وخايف هالقصة كلياتها تكون ملعوبة بملعوب لحتى يختلوا فينا. حكي أبو العباس درار. والفرنساوي ما بيتأمن له أبدا. لذلك أخي أنا عاطي مهلة. صدقوا وفوا بوعدهم كان به، ما صدقوا ساعتها لنا حكي تانية. راحتكم. السلام يا شباب. السلام يا الله معك. نلوى الطريق يا رجال. يلا يا رجال وزعوا. أبو العباس أنا برأيي رجال يكونوا عن ندها. هو هيك رايح تطمن علينا. يا أهلين وسهلين. أهلين وسهلين فيكم. بشرتونا. الله يبشركم بالخير بجاه الحبيب محمد. هذا الخبر حقه مصاري يا جماعة. مشان هيك جينا لعندكم. أنا سيدنا شيخ عمر لحتى نبشركم هالبشارة. لك أهلا وسهلا أنست وشرفتوا شيخنا. أهلا وسهلا فيك. الله يسلمك يا مختار. بس قبل ما تأخذنا الفرحة يا أخوان، ما بدنا ننسى بمعية إبلاغ أهالي الشام ورجال السياسي لحضور المحاكمة. إيه ولا يهمك، هاي شغلة بسيطة. إيه نعم شغلة بسيطة ولو. هلأ نزلوا الفرنساوية لمطالب أهل الشام ولا ما نزلوا؟ نحن شو بدنا بهالسيرة؟ شو هالحكي خالتي؟ هذا اللي سمعتيه من اليوم ورايح طلع من البيت ما عاد إلك. عم تفهمي؟ كمان إيه كمان، لأنه إذا بيصير لك شي كاينة لا سمح الله وبيجي عمك ما بيلاقيكي بالبيت ليقيم قيامتي وقيامتك لك خالتي. إيه بس أنا اللي كنت عم بطلع مظاهرات مشانه بيكون رفيقه لعمي الروح بالروح. شو هالحكي؟ لك إيه أبو طالب الله يفك أسره يلي بزماناتنا كنا منروح أنا وياكي وتيتي نزورهم ببيتهم. اسمعي، لا أبو طالب ولا أبو غالب طلع من البيت ما عاد فيه. عم تفهمي؟ حتى كار الخياطة ما بقى في تعليم من أساسه، لأنه حضرتك دايرة من قرنة لقرنة بالمظاهرات وأنا وعمك أبو حسان قاعدين على نار. ليش؟ بدون ليش. يوه باظت أعصابنا بغيابك يا بنتي. يا عمي خالتك أم حسان عم تحكي هالحكي من خوف عليكي. إيه من شو خايفين علي؟ كل أهالي الشام عم يطلعوا بالمظاهرة. نحن مأمنين عليكي بغياب عمك، والأمانة صاحبي. خالتي والله أنا تعلقت روحي بمريم وصالحة، كيف بدك تحرميني منهم؟ هلأ تعودتي ولا ما تعودتي؟ اسمعي كلامي يا بنتي ولا تجائريني.
وبكره لما بيجي عمك بالسلامه احكي له شو بدك وساوي كل شيء بعلمه. والله رح يصيبني داء الفالج من فوران قلبي عليكي. كلام خالتك مزبوط، لما يجي عمك بتاخدي اذنه وبتروحي وين ما بدك. جاهزين يا رجال؟ جاهزين يا حاس. ورا الله! قلتك بشوفه اليوم لبدر الدين؟ كان اليوم محاكمة أبو طالب، بس راح يطلع، راح يطلع وكله يا رب، راح يطلع بدر الدين. يعني المهم بشوفه. إن شاء الله، قولي إن شاء الله. إن شاء الله. خليك قوي مثل ما عرفتك، انت صاحب حق واطمن انا رح اكون جنبك. الله يقدم اللي فيه الخير. جلوس. فتحت الجلسة. ببكوت وناحي تهون علي الصار، روح يا ريحان سلم أحباب القلب. لا لا ولا لا يا بلا لا بالدعاء
سلم عليك.